بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا بحضور هذا الدرس المبارك التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتدبير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير برضا وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نعم أخذنا موانع الحث نراجعها بسرعة. موانع الحث ستة، موانع الحث ستة، ثلاثة متفق عليها بين العلماء وتفقتكم مختلف فيها. القتل يمنع به، يعني يمنع بالقتل الإرث كل من له دخل في القتل، أي شخص له دخل ولو حتى بوجه لا يشترط أن يكون هو سبب القتل 100%، ولو حتى 50%، ولو حتى 10%، هذا ولو بوجه، ولو كان بحق. كيف ولو كان بحق؟ انظر إلى التعليق كمقتص أو وإمام وجلاد، أنا جلاد بأمر الحاكم، قال اجلب فلان وهذا عمي أو أخي، أنا وظيفة عندي الجلاد، أجلده، من يقول لي الحاكم اجلده، أجلده الذي يقذف، الذي يشرب الخمر، الذي يزني، فقال لي الحاكم اجلد فلان وهو عمي فجلدته، فعندما جلدته مات، هل ارث منه؟ لا ما ارث، وان كان انا عندما جلدته هل بظلم؟ لا، انا اؤدي الوظيفه، فهمتم؟ فلذلك ولو حتى كان بحق كالجلاد مختص وامام، يعني لو انا الحاكم وامرت بأن يقام حد مثلاً القصاص على فلان وهذا عمي أو وارثي، أنا أرث منه، فلو مات بسببي لا أرث منه، وإن كنت أنا لست أنا الذي قتلته، أنا فقط أمرت في إقامة الحد، فهمتم؟ هذا معنى مقتص وإمام وجلاد بأمرهما أو أحدهما وشاهد، هذا حكم عليه بالقتل، ما السبب؟ أنا رأيته يقتل فلان لكن لم يحكم عليه بالقتل إلا بشهادتي وشهادة اثنين، صح؟ أنا رأيته فشهدته فحكم عليه بالإعدام. هل أنا أرث منه؟ لا، لأني أنا كنت سبباً في قتله، لأني أنا كنت إيش؟ شاهد ومزكٍ، يعني مزكي الشهادة الذي يقول أن هذا الشاهد عدل، أنا يسمى مزكي. ولو بغير قصد كقتل الخطأ، ولو قتله خطأً، فهمت؟ أنا معي كلاشينكوف مسدس، ما تسمون بندقية مسدس؟ بستول. بستول، أنا معي بستول وأريد طيرا إلى الطير ولكنها لم تقع، رجعت إلى أخي، مات أخي، هل قتلته متعمدا؟ أنا قصدته الطير، ماذا معي؟ مسدس بستول، مسموح البستول هناك في ماليزيا أم ممنوع؟ ممنوع إلا بتصريح، صح؟ ورجعت إلى، هل أرث منه؟ لا أرث، لماذا؟ أنا لم أقصد، هكذا سدا للذرائع كما قلنا، من له دخل في القتل ولو
وله بوجه، تعمد لم يتعمد يمكن سد الذرائع. ايوه لبعد درس الفضل. الفرض جميل جدا، فيه مسائل حلوه وكثيره، يفهم الانسان مسائل كثيره في الحياه. الرق يمنع الارث، اختلاف الدين، المسلم لا يرث من الكافر، والكافر لا يرث من المسلم. واهم مساله تعرف ان الكفر كله مله عند الامام الشافعي، والمذاهب الاخرى في التعليم. اختلاف ذوي الكفر الاصلي، يعني اثنان كافران اذا كان واحد ذمي والاخر حربي فلا يرثان، على الخلاف. والرده والدور الحكمي. ايوه هنا اخذ اقسام الناس، بعضهم يرث ويورث، لو مات يرث، ولو مات قريبه يورث، لو مات قريبه يرث، ولو مات هو يورث. هذا واحد كالاخوه والزوجين، وقسم لا يرث ولا يورث الرقيق والمرتد، وقسم يورث ولا يرث. يورث لو مات، يورث لو قريبه مات لا يرث كالمبعر. قسم يرث ولا يورث الانبياء، لو ماتوا لا يورثوا، لكن هم الانبياء لو مات قريبهم فانهم يرثون. ايوه تعريف الفرض والتعصيب، اخذنا تعريف الفرض والتعصيب. الفرض نصيب مقدر، التعصيب نصيب غير وليس له نصيب مقدر. ايوه اخذنا منهم من يرث بالفرض، اقسام الورثه، بعض الناس يرث بالفرض، جميع النساء الا المعتقه. ايوه ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، من هم؟ امرأة واحدة وجميع إلا الزوج والأخير كما سيأتي. ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى، وهما الأب والجد. بعدين أخذنا بعض المسائل، أيوة، وبيناها، هذه مسائل كلها ستأتي. بعدين أخذنا الاختصار، أيوة، لابد أن تراجعونها، لابد أن تقرؤون الدروس حتى تفهمون. هنا الأخير أيوة بعدين أخذنا هذا كله. نأخذ الآن الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكاميرا كيف صوت، من هنا أم من هنا أم؟ الكاميرا كيف صوت، من هنا أم من هنا؟ كاميرا سماعة أحسن. طيب انتبه، باب الفروض المقدرة في كتاب الله. الفروض الثلث الربع الخمس، الله كم قدر في كتابه؟ الفروض المقدرة في كتاب الله في القرآن الله ذكر كم فرض؟ ستة فروض، ولك في عدها ثلاث طرق، إما التدلي أو الترقي أو التوسط. سهل، إما التدلي يعني تبدأ بالكبير ثم تنزل، أو الترقي تبدأ بالقليل ثم، أو بالتوسط تبدأ بالوسط ثم تقول القليل القليل والكثير. كيف التدلي؟ يعني تبدأ بالكبير ثم تتدلى تنزل، أن تذكر الكسر الأعلى أولا ثم تنزل إلى ما تهتم، فتقول النصف. النصف ما هو نصف النصف؟ الربع. النصف ونصفه ما هو نصفه؟ الربع. ونصف نصفه ما هو نصف الربع؟ الربع. النصف الربع الثلث، تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، أو تقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان ونصفه ونصف الثلثين ما هما؟ ثلث، ونصف الثلث سدس، وتقول الثلث ونصفهما ونصف نصفهما. هذا هو شيء. الثاني الترقي، وهي أن تذكر الكسر الأدق ثم ما فوق، يعني تقول أولا السدس والثمن،
فتقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه. ضعف الثمن الربع وضعف ضعفه عليه، أو تقول السدس وضعفه. ما هو ضعفه؟ السدس. وضعف ضعفه السدس. فإذا الفروض المقدرة في كتاب الله سهلة، النصف والربع وليه والثلث، الثلثين والثلث وليه، سهلة سهلة جدا. هذه الفروض التي الله ذكرها في القرآن. فهمت؟ فلك أن تقول النصف ونصفه. الآن هذا الكتاب نصفه، أين نصفه؟ ونصف نصفه هذا بالنسبة للكتاب يسمى ماذا؟ الربع، ربع الكتاب. هذا نصف الكتاب، هذا ربع الكتاب، النصف، هذا النصف، هذه التركة، النصف ونصفه، النصف ونصفه، نصفه ربع ونصف نصفه الثلث، وكذلك الثلثان، الثلثان. ما معنى الثلثان؟ يعني التركة، هذه التركة نقسمها ثلاثة، فما معنى ثلثان؟ هذا ثلثان، ثلثين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، ثلثين، واحد، اثنين، ثلاثة، فهمت؟ الثلثان. ما هو نصفه؟ ثلث. وما هو نصف الثلث؟ سدس. سدس صح؟ سهلة. ولك طريقة التوسط أن تذكر أولا الكسر الوسط. ما هو الكسر الوسط هنا؟ الربع وليه؟ فتقول الربع وضعفه. ما هو ضعف الربع؟ ونصفه. نصف الربع كم؟ تقول الثلث وضعفه. ما معنى ضعفه؟ يعني مثله مرتين. ثلث ما هو ضعفه؟ ثلثين. الثلث. ونصفه ما هو نصف الثلث؟ ليه؟ لذلك تقول الثلث والربع وضعفهما ونصفهما. هذا تذكر أولا كسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد أخرى، فتقول الربع ونصفه وضعفه. الربع هذا ربع، نصفه كم؟ ثمن. وضعفه كم؟ ضعفه ماذا؟ الربع. الثلث هذا ثلث. ونصفه، نصف الثلث كم؟ الثلث. وضعفه، ضعفه كم؟ ثلثين. سهلة. فهمتم؟ أهم شيء هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، نصف، ربع، ثمن، ثلثين، ثلث، ثلث. فهمتم؟ ما معنى النصف بالماليزي؟ ها؟ بارو؟ سيبارو. ستي بارو. ارفع صوتك. سيبارو. سيبارو. هذا سيبارو. والربع كم؟ سكو؟ سكو بارو. والثمن كم؟ ما في ثمن في ماليزي؟ ما شاء الله. الثمن كيف نقول هذا الثمن؟ ساتو ساتو بر لبن، لبن ولا حليب؟ ساتو بر لبن. فهمتم؟ فإذا نقول سيبارو ونصف سيبارو. ما هو نصف سيبارو؟ سوكو. ونصف سوكو. ما هو نصف سوكو؟ ساتو لبن. الثلثين. ما هو الثلثين بالماليزي؟ يلا ارفع صوتك. 2/3. كثير هذا. 2
2/3 هذا ونصفه الثلث كم الثلث؟ ثلث لك الثلث ما معنى الثلث بالماليزي؟ نفسه؟ ساتو بر لبن هذا ساتو بر تيجا أيوة فنحن نقول هذا ثم نقول هذا ساتو بر تيجا نصفه الثلث ماذا الثلث؟ ها؟ نفسه ساتو 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 بر بر أنام بل أنام أنتم هذا ساتو بل تلقى على الثلث نصفه ساتو بل أنام في مضارع طيب أنا أريد أن تفهمون لأن أكثركم لأول مرة يأخذ الفرائض لذلك أنا أشرح شوية شوية وإلا في الدورات الماضية كل يوم كنت أخذ 10 صفحات في الدورات الماضية كل يوم أشرح وكم 10 صفحات لكن عندما أخبرتوني أن أكثركم لأول مرة يقرأ عليه الفرائض فلذلك أنا استكت قليلا قليلا طيب نأخذ الفرض الأول انتبه الفرض الأول النصف انتبه مات الميت من هم الورثة الذين نقول لهم لك نصف التركة لك سي بارو سي بارو من هو انتبه النصف فرض خمسة من الورثة يأخذون نصف التركة الزوج ماتت الزوجة فزوجها يأخذ نصف التركة البنت مات الأب ليس عنده ورثة إلا البنت تأخذ نصف التركة البنت الابن الجد ما عنده أولاد عنده بنت ابنه تأخذ نصف التركة الأخت الشقيقة ماتت المرأة ليس عندها أولاد ولا أبناء يا الله عندها أم وعندها أخت شقيقة الأخت تأخذ كم؟ نصف التركة والأخت لأب ماتت المرأة ما عندها ماتت المرأة والرجل قد يكون الرجل مات وعنده أخت شقيقة وهنا كذلك لا يشترط أن يكون الميت امرأة قد يكون رجلا مات الميت وعنده أخت شقيقة أو أخت لأب فأخت لأب تأخذ كم؟ النصف طيب هذا كل واحد منهم لا يأخذ إلا بشرط إلا بشرط ما هي الشروط انتبه الأول الزوج نشرح متى الزوج يأخذ نصف التركة فهمت؟ أنت لا تتمنى موت زوجتك انتبه الزوج يرث نصف التركة بشرط واحد فقط يسمونه العلماء شرط عدمي ما هو الشرط؟ عدم وجود الفرع الوارث للميت ماتت الزوجة هل عندها أولاد أو بنات؟ لا خلاص أنت يا أيها الزوج تأخذ نصف التركة طيب افرض أن عندها أولاد وبنات أولادي وبناتي هم أولادها وبناتها هي ماتت الزوج لا يأخذ النصف يأخذ ربع يأخذ ماذا؟ سكو سوكو البارد تمام؟ يعني أرجل البارد طيب إذن بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للميت من هو الفرع الوارث أحد أربعة؟ فرع وارث أربعة من هم؟ الابن والبنت وابن الابن وإن سفل وبنت الابن وإن سفل انتبه خلاص خلينا هذا قاموس طيب
الفرع الوارث، من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث. أربعة، الابن والبنت ومن؟ وهنا ابن الابن، بنت الابن، ابن الابن وبنت الابن. طيب هنا ابن البنت، بنت البنت، لا ليس من الورثة. الجد إذا مات عند أولاد وبنات، أولاد الأولاد، بنات الأولاد هم الذين يرثون. طيب عند بنات البنات ما يرثون، أولاد البنات لا يرثون. من الذي يرث؟ ابن الابن، بنت الابن، أو الابن والابن. إذا كم عدد الفرع الوارث؟ كم عدده؟ أربعة. أربعة، فهمتم؟ هذا دائما 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 يتكرر. فإذا الزوجة، الزوج، الزوج يرث إذا كانت الزوجة ليس عندها ابن، وليس عندها بنت، وليس عندها ابن ابن، وليس عندها بنت ابن. إذا كان الميت، إذا كانت الميت من؟ الزوجة، فهمتم؟ الزوج يأخذ له النصف بهذا الشرط، شرط عدمي. طيب إذا وجد مع الزوج الفرع الوارث للميت، الزوج كم يأخذ؟ الربع. الزوج يأخذ سكو. طيب لماذا؟ مسائل في فرض النصف، مسائل في فرض النصف. أنت تقول النصف التركة، طيب انظر إلى بعض المسائل. مسألة النصفيتين، قال العلماء تسمى الدرة اليتيمة، هذه مسألة في كل الفرائض، الفرائض هذا كله هذه مسألة واحدة اسمها الدرة اليتيمة. الدرة، الدرة يعني جوهر، يتيمة يعني لوحدها. الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة لأنها الوحيدة في الفرائض التي فيها ماذا؟ نصفان فقط. المسألة الوحيدة التي يجتمع نصفين، يجتمع نصفان في مسألة واحدة، ما هي؟ زوج وشقيقة، أو زوج وأخت. مات الميت، من الورثة؟ زوج وعندها أخت شقيقة. مات الميت، من ورثته؟ زوج أو عندها أخت. نحن قلنا الزوج من أهل النصف، صح؟ وقلنا الشقيقة من أهل النصف. يلا نصف التركة ونصف التركة. التركة كلها نقسمها كم قسم؟ قسمان، اثنين، واحد واحد. إذا لا يمكن أن يجتمع نصفان في مسألة واحدة إلا في هذه المسألة النصفيتان أو النصفيتين. مسألة أخرى الناقضة وتسمى الإلزام، تسمى الإلزام. مات الميت، انتبه، انتبه، انتبه. مات الميت زوج وأم وأختين لأم، عنده مثلا الميتة ماتت عندها زوج وعندها أم من الورثة وعندها أختين من أمها. ما معنى أختين من أمها؟ مفهوم؟ يعرفون ما معنى أختين من الأم؟ يعني هذه المرأة وهذه أخوات، أمهما واحدة. ماتت الميتة هذه، بقي عندها أختين من أمها، فما هو الحكم؟ الحكم الزوج يأخذ ماذا؟ النصف. الأم تأخذ ماذا؟ السدس. الأختين لأم يأخذ ماذا؟
السدس والثلث سيأتي، لأن احنا فقط نشرح من الذي نصيبه كان النصف سي بارو. الآن نحن نشرح فقط الذي نصيبه ماذا؟ سي بارو يعني النصف. فمثلا من ستة، نصف الستة ثلاثة، الأم السدس، سدس الستة واحد، أختين لهم الثلث، الثلث، ثلث الستة كم؟ ها؟ ساتو برتيجا، ساتو برتيجا كم؟ انتهينا من ماذا؟ من الزوج. بسرعة، الزوج متى نعطيه النصف؟ إذا كانت الزوجة التي ماتت ليس لها فرع، من هو الفرع الوارث؟ الابن، البن، ابن الابن، بنت ال. طب هل ننظر إلى كثرة الإخوة والناس الثانيين والأعمام والأخ؟ لا لا لا، ننظر فقط إلى الفرع، هل في يوجد فرع أم لا؟ في فرع نعطي الزوج الربع، لا يوجد فرع نعطيها إيه؟ بنت الصلب. ما معنى بنت الصلب؟ بنت الميت، بنت مات الميت عنده بنت. ما معنى الصلب؟ يعني هي ليست بنت البنت، هي على طول تستحق النصف بشرطين عدميين. ما معنى عدميين؟ يعني ألا وألا. انظروا، ألا ألا يكون لها معصب. البنت تأخذ النصف، أهم شيء لا يوجد أحد من الإخوة معها، إخوانها. فهمت؟ هذه البنت تأخذ كم؟ نصف التركة، لا يكون لها معصب. من هو المعصب؟ أخوها ابن الميت. فالبنت إذا مات، الأم أو الأب إذا مات وعنده بنت وهذه البنت ليس لها أخوان، فالبنت تأخذ كم؟ النصف. ألا يكون لها معصب، المعصب لها أخوها ابن الميت. فإن وجد، طيب مات الميت عنده هذه البنت وعنده أخ، ما هو الحكم؟ الميت هذا البنت عندها أخ، يعني مات الميت عنده بنت وعنده ابن، ما هو الحكم؟ نقول للذكر مثل حظ الأنثى، كانت ستأخذ النصف، الآن ستأخذ ثلث تركة، والثلثين يكون لأخيها الابن. فإذا فإن وجد معها معصب واحد أو أكثر انتقلت من حالة الفرض إلى حالة التعصب. ما هي؟ للذكر مثل حظ الأنثى، يعني فهمتم؟ بعد هذا الشرط الأول، أن لا يكون لها معصب. إذا البنت تأخذ نصف التركة بشرط هذه البنت لا يكون لها أخ، يعني الميت ليس له ابن. فهمتم؟ هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون هذه البنت لوحدها ليس معها أختها. فهمت؟ البنت لوحدها ليس معها أختها، ليس معها مماثل. فإن كان البنت وبجانبها بنت أخ أختين، خلاص إذا يأخذون الثلثان، لا تأخذ هي النصف. ألا يكون لها مماثل يعني مثلها. من هو المماثل؟ أشوف أختها، مات الميت عنده بنت وبنت أختين، خلاص هؤلاء يأخذون مع بعض الثلثين. لو هي البنت لوحدها ستأخذ ماذا؟ نصف التركة. أي بنت الميت أختها، يعني معها بنت الميت. فإن كان معها مماثل واحد أو أكثر فهما تشتركان في الثلثين. مات الميت عنده بنت فقط، نعطيها كم؟ النصف. مات الميت عنده بنت وابن، هل نعطيها النصف؟ لا، نقول ماذا؟ للذكر مثل حظ كل المال، للذكر مثل حظ الأنثيين أو بقية المال. طيب مات الميت عنده بنت وبنت، كنا من أول نعطيها النصف، الآن نقول هؤلاء كلهم يأخذون كم؟
الثلثين. ما معنى الثلثين بالماليزي قلنا؟ دوا دوا بير بير تيغا تيغا دوا بير را بير تيغا. فهؤلاء يأخذون عن دوا بير تيغا. كان الأول هذه لوحدها سيبارو. عندما جاءت أختها معها هل نقول هذه سيبارو هذه سيبارو؟ لا. ماذا نقول؟ كلاهما دوا بير تيغا. فهمتم؟ انظر إلى مثال أمثلة. انظر هنا البنت تأخذ ليه؟ النصف. وهنا البنت لا تأخذ النصف. دائما في الأمثلة أنت لكي تعرف منهج كتاب التقريرات في الفاضل نأتي الأمثلة كل الحالات كل الآن الحالة الأولى مثلا البنت تأخذ النصف. انظر البنت أخذت النصف أم لا؟ انظر بنت كم أخذت هنا؟ الزوج والبنت والعم. الزوج أخذ الربع. ليه؟ لأنه وجود فرع وارث. والبنت أخذت النصف. متى تقول البنت أخذت النصف؟ ألا يكون معها ابن للميت يعني أخوها؟ هل يوجد؟ لا. هل معها بنت أخرى؟ معها؟ لا. إذن هي لوحدها نعطيها النصف. العم أخذ الباقي اثنين وأربعة. إذا مثلا من أربعة واحد الربع والنصف كم؟ والعم يأخذ؟ سبحان الله. شوف كيف الزوج والعم واحد واحد مثل الزوج مثل العم. سبحان الله. هذا القرابة. الزوج قد لا يكون قريبا. أيوة. طيب يعني لو هذا مثلا نقول 400,000 أو 40,000 هذا يأخذ 10,000 هذا تأخذ 20,000 وهذا يأخذ 10,000. طيب انظروا هنا مسألة أخرى نفسها ولكن مع البنت. مين؟ ابن البنت. هل نعطيها النصف؟ لا. الزوج يأخذ الربع. اكتب هنا ربع واحد. البنت الابن للذكر مثل حظين. الباقي كم؟ ثلاثة. واحد للبنت واثنين للايه؟ للابن. مثال أخير. إذا كان بنت وبنت الزوج يأخذ الربع لأن في فرع وارث. البنتان كم أخذا؟ دوا بير تيغا. العم الباقي. الثلاثة وأربعة 12. الزوج الربع ثلاثة. البنت والبنت الباقي ثمانية. الثلثين ثلثي 12 8 4 4 والعمل باقي واحد. تمام. طيب ناخذ الثالث. اذا الاول الذي ياخذ النصف من؟ الزوج. الثاني بنتش شقيقه سهل ما يكون معها لا ابن للميت ولا اخ اخت اخرى لها هي. تمام. ليس معها اخ ولا اخت. بنت الابن. من هي بنت الابن؟ انظروا هذه. هذه تأخذ النصف. هذه تأخذ النصف. نعم. متى تأخذ النصف؟ لا يشترط ألا يكون ابن وألا يكون إيه؟ بنت وألا يكون ابن. ابن موجود. صح. إذا بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط. أولا ألا يكون للميت ولد صلب. ما معنى ولد إذا قيل في الفرائض؟ ولد ولد يعني معناه ذكر وانثى. ابن وبنت. الا يكون الميت ولد صلب. ابن وبنت او بنت كما قلنا هنا لا ابن ولا بنت. هذا بنت الابن تاخذ النصف. ولا ولد ابن اقرب منها. ولا ولد ابن اقرب منها. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. الميت بنت ابن. طيب هذا الابن عنده ابن. هذا عنده ايه؟ ابن. هذا ابن. هذا بنت.
هذا بنت انظر هذا هذا موجود وهذا موجود هذا ماذا تسمى بنت ابن ابن وهذا ماذا تسمى بنت ابن 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 شو كيف هذا من الوارثة وهؤلاء من الوارثة كلاهما لكن من الذي أقرب ويحجب الآخر الأقرب هو الذي يرث فهمتم فإذا من الوارث الآن هذه أو هذه بنت ابن ابن فإذا هذه بنت ابن ابن كذلك لكن هذه لا ترث بشرط أن لا يكون وحدة لا يوجد من هو أقرب منها انظروا فانظروا ها ولا ولد ابن أقرب منها ولا ولد ابن ها أين أولاد الابن؟ هؤلاء وهؤلاء هؤلاء أقرب منها فإن كانوا هؤلاء أحياء فهي لا ترث شيئا إذا ماتت الجدة أولادها موجودين أنتم الأحفاد والأسباط ما ترث أولادها موجودون أعمامك موجودين الجدة ماتت أو الجد مات أنت وأخواتك أحفاد هل ترثون؟ لا الأعمام موجودين أقرب إلى الميت منك ومن أخواتك فهمت؟ أيوه فانظر إن كان ذكرا حجبها حرمانا انظر مات الميت انظر من الموجود؟ هذه وهذا من الميت؟ الموجود بنت ابن ابن وابن ابن الشرط ألا يكون ولد صلب ولا ولد ابن أقرب منها هل هذا ولد ابن أقرب منها؟ نعم هذا أقرب منها ما هو الحكم؟ ننظر إن كان ذكرا هل هذا ذكر؟ هل هذا ابن ولا بنت؟ إن كان ذكرا حجابها حلو خلاص هذه محجوبة هذه محجوبة لأنها أبعد هذه أقرب وإن كان أنثى فننظر لنفرض أن هذه بنت بنت ابن وهذه بنت ابن ابن الآن إحنا نتكلم على هذه ما هو الحكم إن كانت أنثى واحدة هذه أنثى واحدة فلبنت الابن السدس تكملة من الآن الذي يرث النصف هذه أم هذه؟ ها؟ بنت ابن وبنت ابن ابن من الذي يرث النصف هذه؟ طيب هذه البعيدة المحجوبة لا هذه بنت هذا لو أنه ذكر هذه محجوبة هذا بنت وهذا بنت بنت ابن هذه بنت ابن ابن هذه تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس المجموع كلاهما ثلثين أنتم قليلا قليلا نحن هكذا عندما أول ما درسنا الفرائض ولا نفهم شيئا طيب نقول نراجع في الليل وفي النهار ودرسنا عند هذا الشيخ وعند هذا الشيخ إلى أن ربنا فتح دائما هكذا العلم لا تظن انك ستفهم من مره واحده تدرسه اول مره ثم تدرسه النحو تدرسه مره ومرتين وثلاثه الفقه تدرسه مره وهكذا حتى تكون تفهم هذه الطريقه الصحيحه انتبه لا تظن انك ستفهم العلم من درس واحد لابد تكرار لابد الان هذا فيه 100 مساله اليوم انت فهمت 20 مساله الحمد لله أنا ذكرت 100 مسألة، أنت فهمت كم؟ 20، الحمد لله، مرة أخرى ستعمل تفعل زيادة، 50 ومرة أخرى إلى 100 وهكذا فهمت؟ انتبه من دسائس الشيطان يثبطك ويحبطك ويقول لك لا أنت لست من أهل العلم، أنت لن تكون عالما، أنت فاهم. إذا هكذا، إذا كانت أنثى واحدة فلبنت الابن السدس. تكملة الثلثين ما لم تعصر أو
لنفرض أنها ليست هكذا ولكن هي هنا انظر لنفرض أنه هكذا نفس الفرق بنت الميت هذا ابن هذا بنت هل هي بنت انظر الآن من الورثة بنت الميت وهذه بنت ابن نحن أخذنا البنت تأخذ ليه النصف هذه كم تأخذ السدس نفس الحالة التي أخذناها قبل قليل من الموجود بنت وبنت وبنت الابن هذا غير موجود هذه البنت أبوها ميت من زمان فالبنت تأخذ النصف بنت الابن تأخذ كم؟ هل لماذا لم تحجب؟ لأن ولد الصلب هو إيه؟ أنثى ولد الصلب إيش؟ أنثى أما لو كان ذكر مات الميت عنده ابن وعنده بنت ابن هل لها شيء هذه؟ مات الميت عنده ابن وعنده بنت ابن هذا موجود هذا موجود هل لها شيء هذه؟ إذن هكذا طيب ناخذ اللي بعد شوف انظروا إلى المسائل انظروها إن كانت إن كانت متعددة الأنثى هذه متعددة انظروا ما شاء الله الفرق جميلة مات الميت عنده بنت وبنت وابن هنا بنت مات الميت عنده بنت وبنت وبنت ابن هذا ميت عنده بنت ابن إذن هذه متعددة لو كانت لوحدها ستأخذ ماذا؟ النصف وهذا يأخذ إليه؟ لكن لا الآن ليست متعددة ولكن اثنين فالبنتان كم يأخذان؟ بنتان دوا بير تيكا لو كانت متعددة فلا شيء لها خلاص الثلثين انتهى هذه ليس لها شيء بنت الابن فلا شيء لها إلا إذا عصبت بقريب مبارك وهو الذي لولاه لا سقطت كيف قريب مبارك يعني قالوا لنفرض ان لها ابن لها ايه الابن اقوى من البنت فلذلك لو كان هذا موجود خلاص الباقي يكون للذكر مثل حظين لا تسقط هذه فهمتم مات الميت عنده بنتين وعنده من ابنه الذي مات ولد وبنت فاذا المسألة بنت وبنت وابن ابن وبنت ابن خلاص يكون الباقي للذكر مثل حظين هذا لو ما هو فيه هل هذه ثالث شيئا؟ لا إذا هذا من هو الذي جعلها ثالث أخوها؟ الابن قوي فإذا هذا شو كيف؟ إلا إذا عصبت بقريب مبارك كما سيأتي وهو الذي لولا لولا هذه لسقطت هذه لولا هذا لسقط انظر إذا كان هذا القريب أنزل منها فلا يعصبها بل يفرض لها النصف مع وجوده فإن لم يكن لها شيء بأن حجبت فهذا القريب يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين لنفرض أن هذا الابن أنزل منها هل يعصبها؟ ما يعصبها كيف صورتها؟ مات الميت عنده بنت وبنت وبنت ابن وهنا ابن هذا ميت ميت هذا ميت إذا من هو الموجودين؟ بنت واحدة وبنت ثانية وبنت ابن وابن ابن ابن هل هو في درجتها أم أنزل منها؟ هل يعصبها؟ لأنه أنزل منها إذا كان القريب أنزل منها فلا يعصبها تمام؟
فلا يعصبها، بل يفرض له النصف. كيف يفرض له النصف؟ يعني لنفرض ان هذا غير موجود، مات الميت عنده ابن 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 وعنده بنته ابن، الان بنته الابن كم نعطيها؟ النصف. هل نقول الذكر مثل حظ الانثيين؟ لا، لانه انزل منها، هذا ابن الابن انزل منها. فان لم يكن لها شيء بان حجبت فهذا القريب يعصبها للذكر مثل حظ الانثيين وان كان انزل منها. لنفرض ناخذ مثلا المسائل، نحن نتكلم على بنت الابن، بنت الابن، ما هو اختصارها؟ هذا هو اختصارها، بنت الابن، فهمتم؟ ابن. انظروا زوج وبنت ابن وعم، الزوج كم نعطيه؟ الربع. لماذا لم نعطيه النصف الزوج؟ من يعرف؟ لأن في فرعوات وهو بنت الابن، بنت الابن نعطيها النصف، فالمسألة منها أربعة، واحد واثنين واحد، إن الزوج وابن وبنت ابن، الزوج يعطيه الربع لأنه الابن يأخذ كل الباقي، بنت الابن هل تأخذ شيئا؟ لا، لأن من الذي حجبها؟ الابن، إما أبوها يكون أو عمها. مسألة أخرى، انتبه، نبدأ من هنا. زوج وبنت وبنت وابن، الزوج الربع، البنت كم تأخذ؟ النصف، ما في أخوها ولا أحد مثلها. بنت الابن تأخذ السدس كما قلنا، هذا الباقي، فالمسألة من 12. انظر، زوج وبنتان وبنت وابن، زوج وبنتان وبنت وابن، البنتان أخذوا ثلثين كامل، خلاص ليس لها شيء بنت الابن كما قلنا، صح؟ ليس لها شيء. هنا زوج وبنتان وبنت ابن، وفي ايه؟ ابن ابن اخوها او ابن عمها، هل تسقط؟ انظر، هنا سقطت، هل سقطت؟ ليس لها شيء. هنا لم تسقط، لماذا؟ في وجود ايه؟ من يعصبها، ابن الابن. فبنتان نعطيها الثلثين مثل هنا، وبنت الابن هل تسقط؟ مع هذا بقية المال للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة من 6، أولا المسألة من 12، الزوج ربعها 3، البنتان ثلثيها 8، 8 و3 كم؟ 11، يبقى 1، هذا هو الواحد لا ينقسم، كم عددهم؟ 1 2 3، إذا نضرب هذا في 3، 12 في 3 36، تمام؟ 3 في 3 9، 8 في 3 24، 1 في 3 3، ابن واحد وابن الابن 2، للذكر مثل حظ الانثيين. انت قليلا قليلا استكمل استكمل. الشرط الثاني لكي بنت الابن نعطيها النصف، اذا ما هو الشرط الاول؟ الا يكون للميت ولد صلب، ولد صلب اقرب منها، لا يكون للميت ولد صلب ولا ولد ابن اقرب منها، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لكي بنت الابن تاخذ النصف، الا يكون لها معصب. من هو المعصب؟ اخوها، بنت الابن وفي ابن ابن، خلاص نعطيها النصف. لا، نقول للذكر مثل حظ الانثيين، اي ابن وابن الميت. شرط المعصب ان يكون في درجتها، اما اخوها او ابن عمها. كيف؟ سهل، انظروا، الميت ابن وبنت، هذا الان وابن، الميت عنده بنت وابن وابن، هذا الابن عنده بنت وعنده ابن،
وهذا عنده ابن. هؤلاء ماتوا موت ماتوا. الآن من الموجود الورثة؟ بنت الابن وابن الابن وابن الابن، صح؟ لنفرض أن هذا غير موجود، بنت الابن تأخذ كم؟ نصف الثلث. إلا إذا كان ابن الابن موجود. من هو ابن الابن؟ إما أخوها هذا ابن، هذا ليش يسمى أخوها؟ أو هذا الابن موجود، ماذا يسمى هذا؟ ابن عمها. ماذا يسمى هذا البنت؟ هذا أبوها، هذا عمها، هذا ابن عمها. فإذا البنت لو في أخوها أو ابن عمها موجود، فهذه البنت لا تأخذ له النصف، ولكن يكون للذكر مثل حظ. هذا معنى قوله انظر، أن يكون المعصب في درجتها. هذا من يعصبها؟ ابن أو ابن، ابن وابن أخوها، أو ابن وابن ابن عمها، وإما أخوها أو ابنه. فإن كان أنزل منها فلا يعصبها، لو كان أنزل منها لا يعصبها، بل تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي ما لم تصفق. لنفرض موجود هنا ابن وابن، مات الميت، من الورثة؟ الورثة هؤلاء فقط، ابن وهذه البنت، ابن وابن وابن الميت، وبنت ابن الميت، هذا كم نعطيها؟ النصف. هذا لا يعصبها لا، لأنه أنزل هو بعدين يأخذ الباقي. واضح؟ هذا معناه اوكي؟ فإن كان أنزل منها، انظر هذا أنزل منها، فلا يعصبها، بل يأخذ هي، بل تأخذ النصف، هذه تأخذ النصف، وهو يأخذ الباقي، هو يأخذ الباقي ما لم تسقط. قد تسقط هذه، متى تسقط؟ إذا كان في ابن أو بين بنات، كما قلنا قبل قليل. فإذا حجبت هذه البنت الابن، حجبت لاستغراق الثلثين، عصبها الابن الابن الأنزل منها كما قلنا. كيف؟ انظر، مات الميت، عنده وين؟ انظر، من هم الورثة الآن؟ بنت واحد وبنتين، صاروا كم؟ بنتين وبنت وابن. الآن البنتين كم نعطيهما؟ ثلثين. البنت هل تأخذ شيئا؟ إلا إذا عصبها ولو كان أنزل منها. لنفرض مات الميت، بنت عنده بنتين، وعنده بنت وابن، وعنده ابن ابن ابن، ففي هذه الحالة هذه لا تسقط. من يعصبها؟ ابن الابن الذي أنزل منها. إذن هذا لا يعصبها دائما، لا يعصبها إلا إذا كانت هذه ستسقط، ستسقط، فهذا يدركها. تعال، فهمتم؟ فإذا حجبت سقطت بنت الابن، متى تسقط بنت الابن؟ إذا استغرقت الثلثين، لاستغراق الثلثين، عصبها، هذا يعصبها ابن الابن الأنزل منها، هذا أنزل منها، ويسمى في هذه الحالة قريبا مبارك. هذا قريب مبارك، ما معنى مبارك؟ الذي لولاها سقطت، ليس لك شيء في الدنيا، إذ لولاها لسقطت بنت الابن. أيوة، انظروا إلى المسائل، زوج بنت الابن وابن الابن، البنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، زوج بنت الابن ابن ابن ابن، هل يعصبها؟ لا، هو يأخذ بقية المال، فبنت الابن أعطيناها النصف، وبقية المال كم بقي؟ واحد، قسمنا المال على أربعة، بنتان وبنت ابن، بنتان، بنت ابن لوحدها بدون هاي ستسقط، لأن البنتين استغرقت ماذا؟ الثلثين، لكن فيه وجود معصب أنزل منها، هل يعصبها؟ نعم يعصبها، إذا البنتان تأخذ الثلثين، وبنت الابن مع البنتين عصبة للذكر مثل حظ، مثلا تسعة، ثلثين ستة، يبقى ثلاثة، واحد واثنين. الشرط الثالث والأخير حتى ننتهي ونقفل الدرس،
ألا يكون لبنت الابن مماثل. هذه بنت الابن نعطيها النصف إذا كان ليس لها مماثل. أما إذا كان لا بنت وبنت مات الميت عنده بنتان بنتان ابن، هل نقول لهذا النصف وهذا النصف؟ لا، هؤلاء كلهم يشتركان في ايه؟ في الثلثين. هذا هو المماثل، أختها وبنت عمها، فإن كان لها مماثل أو أكثر فلهما أو لهن ثلثان. انظروا بنت ابن وبنت ابن، لو كانت واحدة نعطي سنعطيها النصف، لكن هي اثنتين، إذا كم نعطيها؟ ثلثين. فالزوجة أخذ ربع، ثلاثة وأربعة، مسألة 12، ربعها ثلاثة، ثلثين ثمانية، كل واحد يأخذ أربعة، والباقي يكون لمن؟ للعم. إيش بعده؟ بس غدا نأخذ الأخت الشقيقة. إذا أخذنا ثلاثة من أهل النصف، من هو؟ الزوج والبنت وبنت البنت، لكن أخذنا كل المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العارفين، ويوفقنا في الدين، ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الراسخين في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا الله الذي في السماوات لقد جاء اسمك أمرت في السماء والأرض. اللهم كما أمرت في السماء اجعل رحمتك علينا في الأرض. اللهم رب الطيب رب لنا حوزتك وخطايانا، وننزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على أجسادنا وعلى قلوبنا وعلى أهلنا على آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسر أسرار الفاتحة.